بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الأعزاء ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتحدث عن الـ Object Command اللي هو موجود بمكتبة الـ OLEDB، وإن نحن أن مكتبة الـ OLEDB نحن نستخدمها للتعامل مع قواعد البيانات أو قاعدة البيانات من نوع Access. في الدرس الماضي تحدثنا عن طريقة الاتصال، إنشاء الاتصال مع قاعدة البيانات، واليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن Object جديد. طبعا نحن حكينا عن Object Connection، اليوم سوف نتحدث عن Object جديد بعنوان Command. هلأ Command لما بنيجي نحن بنقول انه بدنا نتصل بقاعدة البيانات، في غاية وفي هدف من هذا الاتصال. عادة جملة الكوماند هي تستخدم لتنفيذ جمل الاستعلام في قاعدة البيانات. نحن لحتى نتعامل مع قاعدة البيانات لابد من استخدام جمل الاستعلام اللي بيسموهن هن الـ SQL queries أو SQL Statements، نستخدمهم للتعاطي والتعامل مع قواعد البيانات. طبعا هذه اللغة فينا نحن نستخدمها مع الـ Access، هو بيتعامل مع هيك لغة SQL، أيضا تستخدم يعني هي نفسها فينا نستخدمها في حال كان عندنا قاعدة بيانات من نوع SQL، طبيعي نحن هنقدر نستخدم نفس الجمل، طبعا مع بعض الـ يعني الفروقات البسيطة جدا جدا جدا. نحن هنختصر يعني أهم جمل الاستعلام ب SQL هن عفوا Select والInsert والUpdate والDelete. فينا نقول إنه هو الأهم الجمل اللي نحن نتعامل ونتعاطى من خلالهم مع قاعدة البيانات. أولا في عنا جملة Select. جملة Select تستخدم لاستدعاء أو استخراج أو استعراض البيانات من قاعدة البيانات دون التأثير عليها، يعني فينا نقول أنه هي للقراءة فقط، ما تجري أي تعديل أو أي تأثير أو أي تغيير على قاعدة البيانات. هي فقط بتستعرض لنا هذه البيانات للقراءة فقط. أما الانسيرت يستفاد منها بإدخال بيانات جديدة، إضافة بيانات جديدة إلى قاعدة البيانات، ما بتكون بالأصل هي موجودة بقاعدة البيانات، تكون موجودة خارج قاعدة البيانات، نحن مندخل هذه البيانات عفوا إلى قاعدة البيانات. الأبديت يستفاد منها ب تحديث بيانات هي بالأصل كانت موجودة في قاعدة البيانات، يعني نحن عم نحدث تغيير ولكن ليس جديد في قاعدة البيانات، الجديد هو من خلال جملة insert. أما الأبديت هي بتكون في قيم أصلا هي موجودة نحن أدخلناها سابقا إلى قاعدة البيانات، ومن ثم أجرينا عليها بعض التعديلات، ممكن هذه التعديلات تغير هذه القيمة كليا أو تزيد عليها أو تنقص منها. وأخيرا في عنا الديليت. الديليت من مصطلح يعني فينا نقول أنه واضح من عنوانه، هو أنه بيقوم بحذف البيانات الموجودة في قاعدة البيانات، بيانات نحن ما عش بدنا إياها فبيحذفها كليا من قاعدة البيانات. هلا قبل ما أدخل بالأوبجكت كوماند لابد من نعرج، لابد انه نعرج على بعض الامثلة حول هول اربع جمل، حتى اللي بس بدنا نحكي بعدين عن الـ OLEDB command او نروح نشتغل نطبق عمليا هذا الاوبجكت تكون عنا الصورة واضحة. عفوا، اولا هنحكي عن السلكت ستيتمنت. سلكت ستيتمنت
أن نحن أنه يستفاد منها باستعراض البيانات. لنفترض أنه نحن في عنا بقاعدة البيانات جدول بعنوان Table 1 وبقلبه أربع حقول. الحقل الأول هو الاي دي، والحقل الثاني هو الاسم الأول First Name، والاسم الأخير اللي هو أو الشهرة Last Name، وأخيرا الأدرس اللي هو العنوان. شو تركيبة جملة Select Statement؟ تركيبة جملة Select Statement هو بهذا الشكل: Select column 1 from table 1، يعني روح استدعي لي من قاعدة البيانات الحقل رقم كذا، أو فينا طبعا نحن هون عم نحكي عن التركيبة، الحقل كذا لإسمه كذا من الجدول لإسمه كذا table 1. هذه التركيبة البسيطة لجملة select. إذا بدنا نجي نعطي مثال على هذه التركيبة، جينا قلنا له إنه select الـ ID والـ first name، يعني روح استدعي لي الحقل الـ ID عفوا روح استدعي لي الحقل الـ ID والحقل الـ first name من الحقل الـ ID والـ first name من وين؟ from هي من الجدول table 1. فهيعمل هيروح بس لحظات صغيرة، طيب هيروح مباشرة يستدعي الحقول من الجدول table 1، هيستدعي حقل الـ ID وحقل الـ first name. بالمثال الثاني، لس جملة أيضا select، نحن استخدمنا فيه النجمة select، المقصود بالنجمة طبعا all، يعني روح استدعي لي كل الحقول الموجودة في التيبل 1 واستعرض لي اياهم امامي. فمباشرة راح استدعى كل الحقول ووضعهم امام المستخدم النهائي. هذا بالنسبة طبعا لسلك ستيتمنت. ايضا مثال اخر حول جملة السلكت، استخدمنا طبعا في ضفنا طبعا على الجملة الكلوز او المفتاح وير. نحن طبعا هذا المفتاح بنستخدمه لوضع شرط، يعني انا عم اقول له هون بهذه الجملة عم اقول له روح استدعي لي كل الحقول الموجودة في الجدول واحد، ولكن بناء على شرط استدعي لي فقط الحقل او عفوا الصف رقم 3. فحيروح هو هذا النتيجة طبعا عندنا هون، هيروح يستدعي فقط من قاعدة البيانات من الجدول table 1 هيستدعي الصف رقم 3 ويعرضه أمام المستخدم النهائي. أيضا نحن فينا بجملة الشرط أو بالوير فينا نحط أكثر من شرط، مش بالضرورة أنه نحن عفوا نستخدم شرط واحد. وهون بالجملة عم بيقول أنه روح استدعي لي كل الحقول الموجودة في الجدول واحد. الشرط هو الفيرست نيم، روح جيب لي فقط من الجدول واحد هادي، واللاست نيم اللي له هو صالح. فحيروح يجيب بناء للشرط هون، عندنا شرط فينا نقول مولتي كريتيريا، راح استدعينا بناء لهذا الشرط الصف رقم 4 واستعرضه قدام المستخدم النهائي. طبعا هذا باختصار نحن عم نحكي عن جملة select statement. ان شاء الله انا حارفق بالمنتدى، حارفق كور او بوك بي دي اف في بقلبه شرح عن هذه الجمل. بس نحن طبعا بنحاول شوي نذلل هذه الأمور حتى نقدر نفهمها بعدين بـ
التطبيق العملي. نجي لجملة insert. جملة الانسيرت اتفقنا نحن انه او قلنا انه يستفاد منها في ادخال او اضافة بيانات جديدة الى قاعدة البيانات. نحن عندنا هون في جدول بقلبه two records، سجلين او two rows، وبدنا نضيف قيمة جديدة او قيم جديدة على الجدول. اول خلينا نروح نشوف تركيبة جملة الانسيرت انتو. التركيبة اللي لها انه انسيرت انتو بنحط الجدول اللي بدنا ندخل فيه البيانات اللي هو التيبل 1. نحن عندنا هون اسم الجدول هو تيبل 1، فقلنا له قوم بادخال على الجدول رقم جدول تيبل 1، يعني ادخل على الحقول اللي موجودة فيه الكولوم 1 وكولوم 2 وكولوم 3 القيم التالية، اللي هني أنا مختصرهم بكلمة val1 يعني value1 وvalue2 وvalue3. وبعدين حنلاقي إنه في عنا إذا بدنا نشوف هيك مثال مثال على هذا الجملة جملة الانسيرت انتو، حنلاقي إنه وطبعا على ننفذ هذا المثال على الجدول اللي اسمه table1، حنلاقي في عنا هون إنه عم نقول له insert into table1 أدخل إلى الجدول رقم واحد على الحقول اللي موجودة فيه اللي هن الاف نيم انا اختصرتهم اللي هو الفيرست نيم والال نيم اللي هو اللاست نيم والادرس، ادخل عليه القيم التالية مثل مهدي وصالح وصيدا. فبمجرد ما شغل هذه الجملة حيقوم بادخال البيانات الى البيانات طبعا الجديدة الى الجدول. فلاحظ معي حيقوم بادخال بيانات جديدة الى الجدول الفاليوز اللي هني مهدي وصالح وصيدا. اجا ركبهم مهدي هو متطابق مع الاف نيم، وصالح متطابق مع الال نيم، وصيدا متطابق مع الادرس. فقام بوضع كل قيمة متطابقة مع الحق اللي إله بالحق اللي إله بالجدول. طبعا هون رقم 3 نحن افترضنا انه الاي دي هو ترقيم تلقائي، هو برقم تلقائيا، فظهر عندنا رقم 3 عفوا. هذا بالنسبه لجمله انسيرت. اما جمله الابديت، نحن قلنا انه جمله الابديت هي يستفاد منها في تحديث البيانات. تحديث البيانات يعني اجراء بعض التعديلات او التغييرات على نفس القيم اللي هي اصلا موجودة مسبقا بقاعدة البيانات. خلينا نروح نشوف تركيبة جملة الابديت. هون عم بيقول طبعا لاحظ عندنا الكيوردز او الكلوزز هني هولي هني عبارة عن مصطلحات ثابتة في اللي ملونين بالازرق، هني مصطلحات ثابتة لا تتغير بجملة الابديت، مثلهم كمان نفس الشيء بجملة السلكت او بجملة الانسيرت. عم نقول له ابديت. ابديت مين؟ ابديت التيبل، التيبل 1. وعم بقلنا انه ست، يعني ست اول شيء عدل على الكول 1 يساوي القيمه القيمه اللي بدنا نعدلها و او ما نضيفها. الكول الكولوم 2 يساوي ايضا فال 2 الى اخره. وطبعا في عنا شرط هون لانه جمله الابديت ما فينا نستغني عن الشرط فيها، لانه في حال لغينا الشرط فحيقوم في حال كان عندنا نحن اكثر من سجل موجود بالجدول فحيقوم بتنفيذ الابديت على كل السجلات بقاعده او بالجدول. فنحن في لانه بدنا نعدل على صف واحد بالجدول فبنوضع الوير وبنحط له قيمه الشرط. هلا اذا بدنا نشوف مثال على هذه الجمله، لاحظ معي في عندنا هون نفذ عمليه ابديت على التيبل تيبل 1 الاف نيم. لاحظ تيبل 1 الاف نيم اللي هو الفيرست نيم
بيساوي الايمي هادي، والال نيم يساوي الايمي المقصود فيها اللاست نيم يساوي الايمي سالم، واخيرا الادرس يساوي الطاير. وجملة عفوا والشرط هو انه روح نفذ لي هذا التغيير او ضف لي هول القيم او هذا التغيير او هذا التحديث، ضف لي اياهم محل الاسم هادي مهدي، عفوا الشرط هو مهدي، فحيروح ينفذ العملية. لاحظ هو ما ضف فيونت جديدة، هو فقط شو عمل؟ عدل على نفس الصف بناء للشرط مهدي، حول او عدل القيم من مهدي الى هادي، ومن صالح الى سالم، ومن صيدا او بيروت الى طير. هذا بالنسبة طبعا لجملة الابديت. هون عذرا في خطأ، هون مش insert into، هون delete statement، انا نسيت عدل العنوان. فعنا delete statement كمان delete from table 1 where column equal val 1. طبعا هون بس نقول delete from، يعني هو حيقوم بحذف الصف كله. وطبعا كمان هون احنا استخدمنا شرط، لانه اذا ما وضعنا الشرط فحيقوم بحذف كل السجلات الموجودة في الجدول عادة، الا اذا انا بدي طبعا احذف كل السجلات، هذا عندك انت، ولكن اذا انت بدك تكون specific بعملية، يعني يكون عملية الحذف تكون specific او محددة، فمنضيف له الوير لوضع شرط وايمي للشرط. هذا طبعا بالنسبة للديليت. فينا نعطي مثال delete from table 1 where id equal to، يعني روح احذف لي الصف رقم 2 الموجود في التيبل 1، او فينا نقول انه روح احذف لي من التيبل 1 مطرح الصف اللي رقمه 2. فاذا بنجي بننفذ بنلاقي انه حذف الصف الثاني. هذا طبعا باختصار تحدثنا عن جمل الانسرت، عفوا جمل الاستعلام مثل السلكت والانسرت انتو والابديت واخيرا الديليت. اتمنى لكم التوفيق، ان شاء الله في الدرس المقبل سوف نستكمل الفكرة عن الاوبجكت كومنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.